احنا مصر، ومصر لازم ميداليتنا على المستوى الافريقي تبقى كبيره، فبالتالي الحافز مش في الافريقيه، الحافز ان احنا نبص للعالم، ومن العالم ان احنا نبص للاولمبياد. دي فكره ربط الحوافز النهارده اللي قلناها، وان شاء الله نطبقها من السنه دي باذن الله، وده اللي قلناه باكد تاني اللي قلناه قدام فخامه الرئيس على هذه الارقام وجودنا فيها، واكيد احنا يعني ده اللي هنطبقه ونعرضه، زياده تحفيز الرياضيين واللاعبين. لكن هقول حاجه تاني، ده الشق الحكومي، لكن احنا تمينا كمان بمستوى تاني اللي هو مستوى الرعايه، وشركات تدير ولادنا اصبح الابطال المصنفين اللي ليهم تصنيف وداخلين الاولمبياد كلهم احنا جبنا لهم رعايه وشركات تديرهم، علشان كمان بيحققوا ليهم راتب شهري، بيحققوا ليهم رعايه اجتماعيه، بيحققوا ليهم رعايه تعليميه معانا، بيحققوا ليهم رعايه صحيه، بيحققوا ليهم كمان شكل، يعني بعض اللاعبين جبنا لهم عربيات العاب فرديه. الحقيقه ده احنا بنقول نزيد نزيد، ناخد بالنا تاني، ده تكليف فخامه الرئيس. فخامه الرئيس قال حاجتين مهمين جدا، نمره واحد ان الرياضه امن قومي، نمره اتنين ان بناء الانسان المصري. طبعا بناء الانسان المصري كل اللي هو بيعمله النهارده وكل المنشات اللي بتتشاف في الرياضه او في الرياضه البنيه التحتيه، في الرياضه او البنيه التحتيه في الصناعه او في اي حاجه، هي بتبني بناء الانسان المصري. الانسان المصري اللي موجود منه قطاع في الرياضه، هو اللي بيشوف الموضوع ده، هو اللي بيشوف اللي بياخد بيتخلع عنده الوطنيه. وانا متاكد ان كل الحوائج التحفيز اللي اتعمل النهارده بزوجات من فخامه الرئيس ومن بتنفيذ من وزاره الشباب والرياضه ومن معالي وزير الشباب والرياضه، اكيد اكيد مش اقوى ابدا من علم مصر اللي هو بيشوفه بعينه وهو بيرفرف، ولا السلام الجمهوري اللي بيسمعه بودنه، ولا مصر اللي في قلبه. فطبعا الحاجات دي كلها احنا وسائل صغيره انما جنب مصر الكبيره ولا اي حاجه. طبعا هو خطوه مهمه في وقت مناسب جدا لتاهيل الاولمبياد، ان الحاله الاقتصاديه صعبه، ودي اهم مشكله بتواجه اللاعبين، ان هو لازم يلاقي متطلبات تكفي تدريبه وتكفي ادواته وتكفي التغذيه بتاعته، كان مطلوب، ومتطلبات المعيشه نفسه معظم اللي بيمشي من بعد مرحله الشباب، فطبعا بيواجه مع اسرته مع المجتمع التزامات عليه، فلازم يوفيها. طبعا الحزمة المبالغ والمكافآت والتطوير فيها ده كان ممتاز جدا. بصراحة هو تحفيز جميل أوي للاعبين، اللي هو سيادة الرئيس طبعا عرف اللاعبين محتاجين جزء معين، فطبعا ده استجابة كويسة من سيادة الوزير اللي هو جه وحفزنا وقدر ان هو يحل جزء من المشكله طبعا اللي بتواجه اللعيبه. الالعاب الفرديه محتاجه دعم قبل المادي كمان، دعم الاعلامي، لان يعني طبعا انت عارف الالعاب الفرديه مش واخده حقها في الاعلام كويس، بس فهو محتاجين دعم اعلامي ودعم مادي ودعم معنوي. احنا طبعا كان عندنا معسكر مهم جدا في اسبانيا قبل البطوله، قبل بطوله افريقيا، وده انعكس علينا طبعا في البطوله الحمد لله بنتيجه كويسه جدا، ان احنا اول في جميع المراحل السنيه في البطولات الافريقيه في الموسم دوت. طبعا احنا عندنا طلب الفتره اللي جايه ان شاء الله ان احنا نحاول يبقى في دخل ثابت للرياضيين اللي هم محققين بطولات عامه، بحيث ان هو يقدر يغطي المصروفات عامه، وطالبين برضو ان المكافئات تبقى ازيد تمام بشكل كويس علشان نقدر يعني نكمل في المسيره عامه.